موضوع الفاليديشن. الفاليديشن اللي هو ميثود فاليديشن ان فارماسيوتيكال اناليسيز. هلا تو فاليديت معناها to officially state that something has been proven to be true, is useful and of an acceptable standard. شو يعني؟ هلا الفاليديشن هي التأكد من، طبعا التأكد بشكل رسمي انه الانسترومنت اللي عندي او الطريقه اللي انا بستخدمها في التحليل مظبوطه ومفيده وفي بمعايير مقبوله. طيب الموضوع هو انه Analytical methods can be considered as complex and multi-step issue, ranging from sampling to generating results وغيرها. يعني بشكل عام الطرق التحليلية فيها صعوبة وأغلبها بيكون له كتير من المراحل. عشان هيك it is internationally recognized that the validation of methods is required to obtain high quality data. يعني عشان هيك أنا لما بدي أعمل يكون في عندي طرق تحليلية، إحنا عندنا بالصيدلة مثلا هاي الطرق التحليلية لازم تكون validated، يعني مش أي طريقة بستخدمها للتحليل ممكن تكون مقبولة إني أنا أدخلها في بحث، أو إنه النتائج اللي طلعت معي من باستخدام الطريقة الفلانية بتكون مقبولة عالميا. لازم أكون عملت validation للميثود تبعتي، بعدين بقول والله لأني عملت validation لهاي الميثود اتأكدت 100% إنه ماشي حسب المعايير المطلوبة، وقتيها النتائج اللي بتطلع معي بتكون مقبولة ويتم قبولها. طيب المثال هون إنه جهاز الـ HPLC أو طريقة الـ HPLC High Performance Liquid Chromatography is the most common analytical technique applied in pharmaceutical analysis for pharmaceutical industry, demonstration that an analytical method is able to quantify the drug and its related compounds is crucial, مهم جدا, to ensure the product quality as regards both therapeutic efficacy and patient safety. يعني لما أنا بدي أستخدم جهاز زي الـ HPLC ويطلع لي نتائج وهاي النتائج تكون مقبولة من حيث فاعلية الدواء ومن فعالية الدواء ومن حيث أمانه للاستخدام بالنسبة للمرضى، معنى الكلام أني أنا ما بقدر أستخدم ولا طريقة HPLC أو ولا جهاز HPLC إلا لم لازم يكون معمول له validation. هلأ لما بدي أعمل validation لل HPLC quantitative methods, analytical performance characteristics to be considered are، يعني شو الأشياء اللي بدي أنا أتأكد منها في اللي هي عبر الفاليديشن؟ واحد linearity، اثنين range، ثلاثة precision، أربعة accuracy، خمسة specificity and robustness. تمام، هدول هم الأشياء المهمة اللي أنا بدي أدور عليها. غير هيك رح يكون في عندي detection and quantitation limits. تمام، وستابيليتي اند سيستم سيوتابيليتي. طيب خلينا نبلش كل يعني لما بحكي عن الفاليديشن هي عباره عن بروسيس تتضمن كل النقاط اللي حكيناها الان. لما بدي اعمل فاليديشن لل HPLC بدي امر عبر النقاط هاي كلها وتكون حسب المعايير المطلوبه، ما وقتها بقول مشت كلهم اوكي اذا هذه ال HPLC valid. لما تكون valid بقدر استخدمها في تحليل الادويه. اوكي، هذا سكيم اللي حكينا فيه اللي هو الفاليديشن HPLC method validation. لاحظوا هون في عنا linearity وفي عنا linearity يتبعها system suitability من limit of detection, limit of quantitation, repeatability
accuracy, stability, test sample, specificity, robustness، كلهم راح نمر عليهم الآن نعرف شو هم. أول شيء في عنا linearity اللي هي ability، هي هاللينياريتي واحد، ability of obtaining results directly proportional to the analyte concentration in the sample across the specified range اللي هي الانترفال between upper and lower levels of analyte. يعني معنى الكلام اني انا على فرض عندي تراكيز للمادة اللي انا بدي اعمل اعرف الconcentration تبعها بين 5 وبين 20 مثلا ملي جرام، المسافة بين 5 و20 لازم يكون فيها الريزلتس لينير، تعطيني لينياريتي. لينير يعني خط مستقيم، يكون في له معادلة الخط المستقيم. إذا ما أعطاني هيك معناته أنا هذا الرينج تبع الكونسنتريشن مش ضابط على هذا الجهاز، بدي أحدد تركيز يكون فيه لينياريتي. طيب كيف نقدر نعمل هذا الحكي؟ Could be evaluated through calibration curve. Calibration curves حكينا عنهم. With 5 points in triplicate within a minimum range of من 80 ل 120% of the test concentration. يعني التركيز مثلا بدي أخذ 5 points في اللينير رينج من تركيز قليل إلى تركيز عالي. هلأ إذا أخذت مثلا تركيز مثلا 5 10 15 20 25، هدول 5 تركيز، كل واحدة منهم بدي أخذ منهم 3 عينات تريبليكيت، هذا المقصود فيها، وأعملهم يعني أشوف تركيزهم باستخدام الـ HBLC، وبعديها أعمل الكاليبريشن كيرف تبعي اللي هو يعني أرسمه. إذا طلع عندي كاليبريشن كيرف لينير في التركيز في الانترفل تبعت التركيز المطلوبة، معناته تمام هاي الميثود ممتازة كميثود تستخدم في الفاليديشن. هلا بعدين the test should be run first since its data might be used for assessing repeatability, intermediate precision, accuracy, limit of detection, limit of quantitation, stability, system suitability. يعني أول شيء ببحث عنه linearity، بعديها نتائج linearity رح أستخدمها في أشياء تانية، عشان هيك أول شيء بدور عليه هو linearity. 2 precision، شو المقصود في البريسيجن؟ It is the closeness of agreement between individual results obtained from a repeatedly applied procedure in a homogeneous sample comprising repeatability and اللي هي الفارماسيوتيكال بريسيجن أو الانترميديت بريسيجن. طيب أوكي، إذا بتلاحظوا هون في عنا النقاط هايهم اللي هم بالأسود، لما بيكون النقاط كتير قراب من بعض بنقول هدول of high precision. ليش؟ لأنهم كتير قريبين عن بعض. يعني أنا لما أعمل التجربة وتطلع النقطة الأولى هون والتانية جنبها والتالتة جنبها ومتلاصقين كتير، معناته أنا كنت precise كتير، يعني دقيقة جدا، فهون high precision، هون هاي بريسيجن كلهم مع بعض. لكن لما بيكون النقاط بعاد عن بعض معناته النتائج مش دقيقة، كل واحد طلع معه، واحد طلع معه 10، واحد 12، 15، 20 أو 24، 26، معناته في عندي لو بريسيجن. تمام؟ نفس الشيء هون، لاحظوا النقاط طلعت في مكان أماكن مختلفة مش قريبة من بعض، لما بتطلع النتائج قريبة كتير من بعض بنقول هاي بريسيجن. أوكي repeatability، طبعا repeatability بتيجي تحت يعني تدخل في مضمون البريسيجن. اوكي هلا repeatability معناها precision over a short interval of time under the same operating procedures. يعني
إنه يطلع معانا نفس النتائج إذا اشتغلنا تحت نفس الظروف. تحت نفس الظروف تعني نفس اليوم، نفس الأناليست اللي هو الجهاز، سوري المحلل الشخص، ونفس الإكويبمنت، نفس الجهاز. فإذا نفس اليوم نفس الشخص نفس الإكويبمنت طلع معي نفس النتائج بإعادتها، معناته أنا في عندي هاي ريبيتابيليتي، البروسيجر هاي ريبيتابل و it is of high precision. كيف يعملوها؟ By analyzing standard solutions of analyte at three different concentrations covering the specified range in triplicate. يعني باخد ثلاث تركيز وكل تركيز بعمل التجربة عليه ثلاث مرات. Okay, intermediate precision IP اللي هو expresses within laboratory variation. يعني هو اللي بيحدد قديش في عندي اختلاف أو تدرجات، يعني اختلافات في نفس اللاب ب different days. يعني إذا عملت التجربة اليوم وعملتها بكرة وعملتها بعده وعملتها بعده، قديش بده يكون في عندي اختلاف في النتائج. هذا بنسميه intermediate precision، أو قديش اختلاف في دقة النتائج. كمان إذا أنا غيرت الأناليست، يعني الشخص أول يوم غير الشخص ثاني يوم غير الشخص ثالث يوم، إذا غيرت الإكويبمنت، مثلا عندي 4-5 أجهزة HPLC كل يوم اشتغلت على جهاز، فهون بعمل الانترميديت بريسيجن عشان ما يكونش في عندي فرق. طيب كيف بيعملوا repeatability performed for 3 times ثلاث مرات. The first determination of intermediate precision can be obtained from repeatability test. إنه أنا أعمل الريبيتابيليتي تيست اللي حكينا عنه، إنه ناخد ثلاث تركيز ونعمل كل تركيز ثلاث مرات ونشوف هل البريسيجن عالي أو لا. وكمان the second and third determinations are obtained by repeating the test for two more consecutive days. يعني ما باخدهم نفس اليوم، لا، على أيام مختلفة ليومين لقدام. فهيك بقدر أحسب الاختلافات إذا أنا غيرت الأناليست، غيرت الإكويبمنت، أو غيرت اليوم اللي أنا بشتغل فيه. كل ما كان البريسيجن أعلى، كل ما كان هذه أو كل ما كانت النتائج قريبة من بعضها، كل ما كان الانترميديت بريسيجن عالي، وبالتالي إحدى نقاط الفاليديشن الصحيحة. Accuracy اللي هي closeness of agreement between test results across the specified range and an accepted reference value. يعني قديش قرب النتائج اللي بتطلع معانا من reference value، يعني في قيمة لازم كل ما قربت عليها كل ما كان أنا accurate أكتر. لاحظوا هون كيف الaccuracy، reference value تعتبر هي المنتصف تماماً. لو بدي أقارن بين هاي وهاي، هاي very low accuracy، بينما هون very high accuracy، لأنها النتائج اللي طالعة معه قريبة جدا على الreference value اللي هي المنتصف. هون accuracy very low، هون very high لأنها قريبة كتير من الreference من المنتصف. فهذا المقصود بالaccuracy. ولاحظوا انها بتنعمل ثلاث مرات ثلاث مرات بثلاث تركيز، يعني كل تركيز بنعمل ثلاث مرات من الثلاثه. اوكي، specificity it is the ability to assess unequivocally the analyte in the presence of substances that are expected to be present such as excipients, impurities and the components of the mobile phase. يعني إذا استخدمت أنا مثلاً عندي سيبروفلوكساسين تابلت وأنا بدي أعمل له تحليل باستخدام جهاز الـ HPLC، لازم في جهاز الـ HPLC لازم يكون الميثود أو الطريقة اللي أنا استخدمتها سبيسيفيك للسيبروفلوكساسين، مع إنه السيبروفلوكساسين يحتوي على إكسيبيانس وأديتيفز وديليوانس ووووو كتير شغلات، تمام؟ فالإشي الرئيسي اللي يبحث عنه هو السيبروفلوكساسين. ما استخدم طريقه بالمره ما تطلع للسيبروفلوكساسين، عشان هيك انا بقول هذه سبيسيفيك للسيبروفلوكساسين.
اوكي طبعا كيف ممكن نعرف؟ مثلا احنا كنا نشوف الكروماتوغرام لل HBLC او مثلا لل NMR وغيره. اذا كان في عندنا بيكس تانية غير المادة اللي احنا حاطينها، هاي البيكس لازم تكون very small وتكون او مش موجودة افضل، وتكون does not interfere مع البيك تبعت المادة تبعت. يعني إذا كان في بيك للسيبروفلوكساسين مش لازم يكون في أي بيك تتفاعل معها أو تظهر في نفس مكانها، غير هيك بتكون هاي الطريقة مش specific للسيبروفلوكساسين. خمسة robustness اللي هي إحنا بنحكي عنها المتانة. It is the capacity of the analytical method to remain unaffected by small variations in its parameters indicating reliability. إنها يعتمد عليها. يعني على فرض مثلا liquid chromatography variations such as mobile phase composition, mobile phase pH, column temperature, common lots, common suppliers, flow rates. يعني إنه هاي الطريقة بتعطيني نتائج بغض النظر إذا أنا غيرت في البراميترز. مش بروح يخرب مثلا الكولم إذا أنا والله جبته من ألمانيا ما جبتوش من الصين، او مثلا غيرت الكولوم تايب، مثلا يعني كولومز يكونوا مثلا شيء سيليكا شيء سليلوز كذا، غيرت مثلا الفلوريت تبع الموبايل فيز. لما بغير بالباراميترز بضل يعطيني نتائج على نفس الجهاز، تمام؟ هذا المقصود بالروبستنس، فهو بيعطيني إنه الجهاز لا يتأثر بتغير المعطيات. يعني غيرت أنا نوع الكولوم، غيرت مثلا البمب تبعت البمبينج سيستم لل HBLC للموبايل فيز، أخذتها من سبلاير مختلف، المفروض إنه النتائج تضلها أو هاي الطريقة تضلها تعطيني نتائج بغض النظر عن التغييرات البسيطة في الجهاز. أوكي. Limits of detection and limits of quantitation can be directly obtained from linearity test. عشان هيك قلنا linearity test أول إشي بيعملوه بيطلعوه. طيب. Lowest amount of analyte which can be detected under the stated experimental conditions is the limit of detection. يعني هي أقل قيمة يسجلها الجهاز. يعني إذا كان أقل تركيز للمادة اللي عندي ممكن حسابها أو ممكن إنه الجهاز يقرأها مثلاً 0.002، إذن هاي هي limit of detection. تمام؟ طبعاً إحنا في عندنا noise. النويز اللي هي الخرابيش الصغيرة هاي اللي بتطلع في الكروماتوغرام وما بيكون في إلها قيمة، يعني هي بس لأنه مثلا يمكن في impurities، يمكن في مثلا مش يعني مش مزبطين الجهاز كويس فبيقرأ أشياء مش موجودة، ممكن يكون مثلا الكولم قديم فبيطلع لي نويز زي هي الخرابيش صغيرة هيك زي بيكس صغيرة صغيرة مش مقروءة، هاي احنا ما بنحكيش فيها، تمام؟ فغالب طبعا لما بدي اقول في سيجنال للليمت اوف ديتكشن، في سيجنال لاقل كونسنتريشن لازم تكون 3 اضعاف السيجنال تبعت النويز. هون هذا النويز المقصود فيه، النويز اللي هو هذا الخرابيش الصغيره اللي ما هي مش بيك، عشان اعتبر انه هاي بيك لازم تكون حجمها 3 اضعاف حجم النويز، تمام؟ فبقول هاي البيك قديش الكونسنتريشن اللي نتجت عنه، بيكون هذا الليمت اوف ديتكشن. ليمت اوف كوانتيتيشن، lowest amount of analyte can be quantitatively determined with precision and accuracy under the stated experimental conditions. الليمت اوف كوانتيتيشن هي اقل amount للمادة اللي عندي اللي ممكن اني انا اعمل لها احدد تركيزها with precision and accuracy under experimental conditions. Okay.
لاحظوا هون هاي في عندي limit of detection هالقده، بس limit of quantitation أكتر منها. إيش السبب؟ إنه لاحظوا هون ما في linearity، بينما هون ببلش linearity، فأقل قيمة ممكن إني أنا أعملها quantitation بأكيوراسي وب بريسيجن هي الليمت اوف كوانتيتيشن، يعني اقل من هيك ما في لينياريتي، فبالتالي ما بقدر احسبه، لكن الجهاز بيقدر يقيسه. امتى بدخلها في حساباتي؟ من عند الليمت اوف كوانتيتيشن. اوكي، ستابيليتي، الستابيليتي اللي هي انه احنا بناخذ should be evaluated by analysis of the sample and the standard solution during a pre-selected period of time allowing estimation of the maximum interval between sample preparation and analysis. يعني كأني بحضر العينة وبتركها عشان أرجع لها بعد فترة أشوف قديش هذا الـ drug stable في الconditions اللي أنا حطيته فيها. يعني حضرت العينات وما عملت لهم analysis، عملت لهم analysis بعد مرور فترة أنا بحددها. هون مثلا a short term storage test can be performed by maintaining sample solution and standard solution of analyte at 100% at temperature of interest. يعني مثلا انا اخترت انه مثلا يكون على درجه حراره 40 مثلا، وبعدين بتركها فتره من الزمن، وبعد باخذ عينات اول ما عملتها على الزيرو بعد 24 ساعه وبعد 48 ساعه، مش باخذ عينه واحده، باخذ ثلاث عينات في كل مره عشان احدد الاستابيليتي تبعت الماده في الظروف اللي انا حطيتها فيها. اخر شيء اللي هو السيستم سيوتابيليتي، اني انا بدي اتاكد انه انا السيستم اللي اخترته عشان اعمل تحليل عليه او اعمل تحليل باستخدامه، مثلا الموبايل فيز، هل هتعطيني نتائج منيحه ولا هتعطيني اي كلام؟ هتعطيني مثلا الكروماتوجرام داخل في بعضه وفي بيكينج وفي تيلينج وفي اوفرلابينج وكذا. فهون it can be obtained by performing 5 injections of the standard solution of analyte at 100% assessing the following parameters. يعني انا باخذ 5 injections من السيستم اللي عندي، مثلا موبايل فيز انا بحضراها، وبعملها injection في جهاز ال HPLC، وبعدين بشوف الكروماتوجرام هل في تيلينج. التيلينج خليني اورجيكم اياه كيف التيلينج. لاحظوا هون هاي مثلا الكروماتوجرام، هاي البيك فيها فرونت وفيها تيل، وهي الجهه فرونت وهي تيل. التيل لاحظوا كيف كبير، هذا بنسميه تيلينج. وبعدين بيكون في عندي اسيمتري، يعني غير مش مقسومه نصين، لا جزء اللي هون أكبر من أصغر من الجزء اللي هون أو العكس، تمام؟ فهذا هي unacceptable، هذا إنه يطلع عندي نتائج زي هيك unacceptable، لازم النتائج تطلع زي هيك في symmetry. يعني في عنا لو قسمته من النص دي يكون الجزء اليمين نفس الجزء الشمال تماما، حتى هاي يعني جزء أحسن من هاي، لكنها أفضل إشي لما تطلع النتائج تبعت الكروماتوجرام هيك. فهي بنسميها system suitability. كمان resolution between peaks، حكينا عن الresolution قبل، لازم تكون كل بيك لوحدها، وبالتالي ما فيش في عندي أي مشاكل، لا في overlapping داخلين في بعض أو غيره، طبعا وغيره بيك symmetry وغيره. هدول هم ال considerations اللي احنا أو ال criteria اللي بنمشي عليها لحتى نقول الميثود هاي اللي استخدمناها valid أو لا. بمشي عليهم واحد واحد، ولما يكونوا كلهم متطابقين أو كلهم مشت عليهم وضبطت معهم ضبطت في الجهاز، معناته بقول هذا الجهاز is validated، وبقدر من خلاله أني أنا أمشي على البروسيجر اللي مقترح.